من 2003 إلى 2021، يعني ما يقارب أحس 20 سنة، 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، رؤساء، شنو النتيجة؟ أنا أقول فقط، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. أحكيها بكل صراحة، بس تبعية. وين الغالي يا دنيا؟ وين الغالي يا دنيا؟ وين الغالي تحت التراب علي مشيالي؟